طيب نبدا بالكيسيت، كل واحد معاه عقل كيسيت امامه، فنمشي خطوه خطوه. تمام، سجلوا كل الذي بنقوله. اول شيء معنا اول فقره من الكيسيت معنا ستودنت نيم، تطلع مستوى رابع تبدا اول حاله، سجل اسمك رباعي، سجل ايضا الليفل مستوى كم، الجروب جروبك، وعد رقم الحاله، الحاله رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة. تمام، بعدين ننتقل الى معلومات المريض patient identification. اسجل اسم المريض رباعي، اسجل ايضا جنس المريض ميل او فيميل، اسجل عمر المريض، ايضا التاريخ تاريخ الزيارة، ايضا اسجل الوظيفة المريض ايش يشتغل. بعض المريض مثلا معه شغل، بعض شغل يأثر على صحة الفموية للمريض، أعمل بحسابي هذا الشيء. بعدين أسجل رقم المريض، الرقم ضروري خاصة أنا أشتغل بالكلية أحتاج أكثر من حالة، يجي مريض معه قلب معه تصفية معه، تمام أسجل رقم المريض عشان تواصل مع المريض. بعدين معنا الفقرة رقم اثنين التشيف كومبلين، الشكوى الرئيسية. الشكوى الرئيسية it's written by patient words، تكتب بكلمات المريض، المريض موجع، المريض جاي يقول ضرسي توجعني. تمام، اكتب ايش، my tooth tell me، بين قوسين she said او he said، هو قال او هي قالت. تمام، يجي يقول ضرسي اكتسرها صح، my tooth is broken. اسجل بكلمات المريض، ما اقوليش اكتب اي وونت مثلا واكتب فيكسد بارشال دينشر، المريض مش داري بمصطلح علمي اسمه فيكسد بارشال دينشر، مرض يجي يقول مثلا الشيء طقم، اي وونت دينشر فقط. الشيف كومبلين تكتب بلغه المريض، ما اقوليش اكتب مصطلحات علميه، المريض ما كتب ما قالش وانا جيت فلسف من عندي. تمام، اكتب حسب ما قال المريض. بعدين معنا history of present illness، جاء المريض قال my tooth ill me، طيب ضرسه توجعه كم له، لاسبوع لشهر. تمام، ضرسه اكتسره كم له لسنة. تمام، مثلا 3 weeks ago 3 days ago الوجع 1 weeks ago. تمام، بعدين ننتقل للخطوة الذي بعد اللي هو ايش، best dental هيستوري. بس دينتال هيستوري، اسال المريض هل زرت طبيب اسنان من قبل، اذا قال ايوه اساله ايش الذي يعني اثناء ما اشتغل لك الدكتور ما حصلش اي مضاعفات، اثناء التخدير اتخدرت بساعتك، بعض المريض يقول المره الاولى زرت الدكتور وخدرني مرتين، اعمل حسابي انه يحتاج اكثر من مره اخدره. تمام، بعض المريض عنده حساسيه يجي يقول مثلا اثناء الزياره الاولى حصل له تحسس، انا اسجل كل الشيء كل الشغل الذي اشتغله للدكتور الاول مع الملاحظات، هل حصل معه مضاعفات او ما حصلش، هذا يفيدني لما اجي اشتغل انا. اذا مثلا ما اتخدرش بساعته اعمل حسابي ان انا ممكن اخدره مرتين. تمام، طيب اذا حصل معه اكتب، ايوه اذا حصل معه اكتب، اذا مثلا ما تخدرش بساعته اكتب. طيب بعدين معنا الفاميلي هيستوري، اسال المريض عن يعني ابوه امه اخوته جده جدته، اذا مثلا عندهم مثلا مرض وراثي مثل السكر. تمام، اعمل حسابي انه ممكن يكون بينه السكر، وبعض الحين يجي لك ما بينه شو السكر بس العائله عنده. تمام، مثلا الضغط أسأل هذا السؤال أتأكد عشان أعمل حسابي لما أجي أشتغل. بعدين ننتقل إلى الميديكال هيستوري، ميديكال هيستوري أول شيء معنا الكارديو فاسكولار ديزيز، كارديو فاسكولار ديزيز أسأل المريض هل سبق زار الدكتور طبيب القلب أو زار المستشفى، إذا قال تمام مثلا القلب إيش بينه من مرض، إيش عنده إيش يعاني، أنه بعض الحالات معها تعامل خاص، مثلا هل يحتاج نصرف له بروفلاكسيس
أنتيبيوتيك قبل الإجراء، تمام؟ أنا أسأله وأعمل احتياطي. طيب إذا ما عندوش، إذا قال ما بينوش أي حاجة، إيش أكتب أنا؟ أيوة، no any significant abnormalities found، تمام؟ أن أنا ما لاحظكش أي حاجة غير طبيعية، ما أقوليش أكتب normal. أيوة، إذا كتبت أنا normal يعني أنه هذا تصريح مني، إذا أيوة أتحمل، إذا وقع، إذا حصل له شيء تمام وأنا كاتب أنه normal طبيعي 100%، هذا بس لما أكتب no any significant abnormalities هذا أحمي نفسي أن أنا ما لاحظتش أي أعراض غير طبيعية ظاهرة عليه، قد ربما يكون هو عنده أعراض لكن مش ظاهرة عليه، تمام. بعدين معنا أيضا الإندوكرين ديزيز، نفس الشيء، أسأل المريض إذا عنده، إذا ما عندهش أكتب no any significant abnormalities respiratory disease، أعمل احتياطي لأنه معنا مثلا التي بي اي قد ربما ينقل العدوى للدنتست نفسه، مثلا مريض الأزمة أعمل احتياطي مثلا ما اشتغلوش بربردام لأنه يزيد له من الأزمة. بعدين معنا البلد ديزيز خاصة بالسيرجري، إذا كان عنده أنيميا فقر دم، إذا كان عنده هيموفيليا، إذا كان يستخدم أدوية مميعة للدم، هذا يعني يعمل احتياطي بعد القلع، يمكن يحصل إيش؟ يمكن يحصل بليدينج، يحصل بليدينج. معنا بعدين الليفر ديزيز، وهذا ايضا اعمل حساب ان انا ما اصرف لهش ادويه ياثرين يزيدين الضغط على الكبد، تمام. وايضا اذا عنده هيباتايتس اعمل انا احتياطي ان انا اخذ له الاجراءات حق الهيباتايتس، مثلا استخدم له ادوات ديسبيسبل ارمي بها بعد الشغل، يكون اخر مريض اشتغل له مريض الهيباتايتس عشان اعقم العياده وتجلس 24 ساعه، مش يا أبو بكر أشتغل له من صباح الصبح أول مريض وبعدين يدخلوا بعده المرضى ومن واحد إلى واحد. بعدين معنا الكيدني ديزيز، أيضا أتجنب الأدوية التي يأثرين لي على الكلى. معنا أيضا الأليرجي، أسأله إذا عنده تحسس، تمام، عشان أخذ بالاحتياط أثناء الشغل. طيب بعدين معنا إذا أزيد أسأله كمان، هل عنده أي اسمه أي أيوة أي مرض ما ذكرناش؟ طيب بعض مرض ما بعض مريض ما يرضيش يتخابر، بعض المريض يخبع على الدكتور، أسأله بطريقة غير مباشرة، أسأله بطريقة غير مباشرة، إيش تستخدم من علاج؟ معك علاج مثلا بينه هيباتايتس ما رضيش يقول بينه كبد، أجي له بطريقة غير مباشرة، إيش تستخدم من علاج؟ وإذا دي العلاج نقرأه ونعين حق أي حالة بالضبط، تمام. بعدين نجي للهابت، أسجل إذا هو يخزن، إذا هو يدخن، تمام، أسجل بالهابت. هذا بالنسبة للميديكال هيستوري، بالنسبة للميديكال هيستوري. الآن أنتقل أنا والمريض إلى الفحص، إلى الكلينيكال إكزامينيشن. كلينيكال إكزامينيشن معنا إكسترا أورال وإنترا أورال. نبدأ بالإكسترا أورال. أول شيء معنا السكين والسكيلرا، أكتب إذا اللون، قد ربما من خلال لون العين ولون الجلد أعرف مثلا المريض بينه أيوة بينه كبد، يجي قد مصفر عيونه مصفرات، تمام، هو ما خابرنيش بس أنا من خلال العلامات أتوقع. أيضا معنا مثلا ما بينه أي حاجة نكتب no any significant abnormalities found. الفيس والنك أشوف السيمتري، يجي مريض بينه ورم جهة هذا يكون أسيمتريكال. أيضا أتحسس الليمفنود، تمام، تحت السبمنتال والسبمندبرال الليمفنود والسيرفايكال الليمفنود، لأنه التهاب الأسنان أيوة يعني لما يجي نتحسس الليمفنود نشوف تندرنس، نشوف كأنه حبة تحت الماندبل. بعدين معنا التي ام جي، التي ام جي أحط اصبعي خلف اذن المريض، تمام، واخليه يغلق ويفتح، قفل ويفتح. المريض الذي تيم جي حقه تعبان اسمع كليكينج، تمام، او اسمع كريبتينج، واحيانا يكون ديفيشن، المريض يقفل يوصل يعني لمسافه ويرجع يحصل له ديفيشن،
أيوة هذا المريض أعمل حسابي إننا ما طولش معه بالجلسات، يعني أقلل الوقت عشان ما زيدش أأثر على التيمجي. معنا الماوث أوبنينج، الماوث أوبنينج فتحة البيشنت. جيلي مريض يعني فتحته ليميتد، هذا أنا أعمل حسابي إنه بيتعبني. تمام. طيب بعدين معنا السليفري جلاند، أيضا أشوف كيف السليفة وتري ولم يوكس إذا عنده زر استيميا. أيضا بعدين معنا الليب كومبيتانس، إذا كان البيشنت يقفل الليب بشكل طبيعي بدون ما يشد عضلات التشين، هذا أنا أكتب إيش كومبيتانت. إذا كان ضروري ما يشد عضلات التشين عشان يقفل الليب أكتب إيش إنكومبيتانت، أكتب إنكومبيتانت. هذا بالنسبة للإكسترا أورال إكزامينيشن.